رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، الفقرة اللي جاية فقرة مهمة جدا، وخدوا بالكم معايا كويس قوي. في خبر نزل قلب الدنيا. قالوا ايه يا جماعة؟ عايزين نعمل سور يقسم البلد نصين، نص شرقي ونص غربي. طيب ايه يا جماعة تفاصيل المشكلة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، مش هتعرفه غير هنا. معنا الأستاذ بهاء عصمت من غرب المدينة. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اهلا بك يا كابتن شريف، وان شاء الله تبقى حلقة مميزة زي العادة ان شاء الله. ومعنا برضو الأستاذ عمار الشربيني من شرق المدينة. اهلا بك يا كابتن شريف، ومبسوط اني معاك النهاردة. احنا الفقرة اللي جاية دي فقرة اسمها كم من عشرة. هبدأ بأستاذ عمار. استاذ عمار، شرق المدينة كم من عشرة؟ كم من عشرة؟ عشرة من عشرة طبعا. استاذ بهاء، غرب المدينة كم من عشرة؟ عشرة من عشرة طبعا، عشرة من عشرة، ولو أطول أديها 11 من عشرة أو 12 من عشرة، دي غرب المدينة. يا بهاء، ما تجاوب على قد السؤال يا بهاء. إيه 11 و 12؟ في إيه؟ معلش يا استاذ شريف، اصل بقى ده وطيته جامد. سيدي انا حر اقول التقييم اللي يريحني، اصل غرب المدينه ده حاجه كبيره قوي. لا مش ممكن بصراحه، يعني ممكن نطلع فاصل. هو حقه يتكلم يا استاذ عمار، في دورك يبقى اتكلم. لا بقى ده انا ما بحبوش بقى. انت اصلا واخد صفه من الاول. في صفه ازاي يا استاذ؟ بدليل ان حضرتك رحبت بيه قبل ما ترحب بيا، واضح ان الاعلام كله ميال لغرب المدينه. لا لا لا، بص يا استاذ عمار، احنا هنا معانا قطبين المدينه. شرق المدينه مكان محترم باكن له كل الاحترام، غرب المدينه مكان محترم باكن له كل الاحترام، كله متساوي. خلاص مش هتكلم كلامي. وايضا كل اخواتنا في الشمال والجنوب انا باكن لهم كل الاحترام والطاعه. بعد اذنك، انا ادي الشمال والجنوب واربع يا عم، احنا بنلم اونجره وطيته جامد والله. بصراحه انا عايز اشكر السور لانه هيحمينا من الناس المتعصبه اللي زي استاذ عمار. بص عامل ازاي، شايف ضيوفك. بصراحه برضو انا شايف ان احنا ننقل السور لحته تانية. حته تانية دي يعني مش فاهم انا. عشان كده باكد لك يا استاذ عمار ان احنا على مسافه واحده من الجميع. ممكن ترجع شويه يا استاذ بهاء لو سمحت؟ ارجع؟ ارجع طبعا، ارجع. تمام كده، ايوه كده، احنا على مسافه واحده من الجميع. وعشان نتاكد سمحت، خد بس شد كده يا استاذ عمار معاك. هات بنشوف. تمام كده استاذ بهاء، امسك من عندك. ممتاز يا شباب، مسافه واحده. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح من برلين. عزيزي خلينا أرجع لك لواحدة من حكاياتك المفضلة. سنة 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية. ليه يا أبو حميد؟ كنت مبسوط بيها قوي. عزيزي دي حرب قتل فيها ناس. المهم إن الحرب انتهت، وألمانيا زي ما أنت عارف خسرت، الاتحاد السوفيتي من ناحية وأمريكا وفرنسا وإنجلترا من ناحية تانية. الحلفاء كسبوا وقسموا ألمانيا بينهم. الأربع تقسيمات دي كأفكار كانوا نصين بس، جزء شرقي شيوعي تبع الاتحاد السوفيتي وغرب راس مالي. والتقسيمه دي جوه المانيا كانت بتمثل تقسيمه اكبر في اوروبا. دول شيوعيه في الشرق متحالفه مع واحد من اكبر الشنبات في التاريخ جوزيف ستالين، ودول في الغرب راس ماليه متحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه، واللي كان رئيسها في الوقت ده هاري ترومان. في شويه دول تانية بتحجز بين الاثنين. المعسكرين يا عزيزي ما كانوش طايقين بعض، ولولا انهم كانوا لسه خارجين من حرب عالميه وتم استنزافهم كانوا بهدلوا بعض. بس قرروا مش عايزين حرب دلوقتي رغم اننا مش مأمنين لبعض. وفي نص هذا التوتر يا عزيزي كانت المانيا، لان هي المانيا تلاقي حتى في نص اوروبا، ويا عيني البلد متقسمه شرق شيوعي وغرب راسمالي. واحد يقول المشكله كانت فين يا ابو حميد؟ في المانيا تحديدا، في برلين. برلين العاصمه كانت كلها في النص الشرقي. طبعا ده شيء مقلق جدا، لان النص الشرقي كان مع الرفيق ستالين، والرفيق ستالين مش شخص تحب تستفزه ابدا. عشان كده غرب المانيا لما عمل عمله خاصه بيه المارك الالماني، الرفيق ستالين ما سكتش وقام رايح محاصر برلين كلها، وقرر يمشي الامريكان والفرنساويين والانجليز من برلين. يلا على بيتكم، مش برلين دي في الشرق والشرق ده تبعي، انا هنضفه من اي حاجه من السوفيتي. اثناء فتره الحصار دي اللي ستالين عملها، الدول الغربيه كانت بتبعت طيارات طيارات ترمي دقيق وزيت ومكرونه كمساعدات لبرلين المحاصره، بمعدل طياره كل 45 ثانيه. بعتوا 189 الف طياره خلال فتره الحصار اللي استمرت لحد سبتمبر سنه 49. غالبا يا عزيزي السوفيتي جالهم صداع من كتر الطيارات. ارحمونا يا اللي فوق، ارحمونا. لحد ما ستالين لغى الحصار، تقريبا الغرب انتصر بالصداع. بس الوضع ما وقفش هنا، الغرب قام قايل لك احنا هنستقل، هنعمل المانيا الغربيه. طبعا عمك ستالين مش يشوف الكلام ده وقعد يتفرج، قال لك طب احنا كمان هنعمل دوله المانيا الشرقيه. يا كرياتيفيتي بتاعتك يا ستالين. ومش بس كده، ده انا هنزل الستاره كمان. المانيا الشرقيه عملت كنترول على الحدود، والسفر بقى شبه مستحيل من الشرق للغرب. هذه الحدود اتسمت الستار الحديدي، ده زي محمد الحديدي يا ابو حميد. لا، حصل تفرقه بين الشرق الشيوعي والغرب الراسمالي. ففي سنه 49 بقى عندنا دولتين مستقلين عن بعض، بس ما زالت مشكله برلين. فبقى قال لك بص يا رجاله، احنا قسمنا المانيا الكبيره، مش هنقسم برلين يعني؟ فقسموها. طيب تمام كده يا شباب، نعيش بقى في سلام وامان. الحقيقه لا، مش هينفع لسه. تقول
بالله يا ابو حميد ما نعيش في سلام ونحب بعض. الكلام ده يا عزيزي نقوله في الحلقات وكده، لكن وقت الحروب البارده بالاخص لازم تبص لبرلين دي كثغره في هذا الستار الحديدي اللي المفروض انه بيمنع هجرات من الشرق للغرب. عزيزي المانيا الغربيه كانت اغنى والفرص فيها اكتر، والامريكان قدموا لها دعم كبير قوي اثناء اعاده الاعمار بعد الحرب. فلو انت مواطن الماني في احتمال كبير انك عايز تهرب من الشرق الفقير وتروح للغرب الغني. طب تعمل كده ازاي؟ وستالين منزل الستاره تقوم رايح على غرب برلين، ومن هنا تسافر لالمانيا الغربيه. هي دي الثغره اللي مهاجرين الشرق بيستغلوها عشان يقدروا يعدوا للغرب. كانها حفره في نص البلد الناس تقع فيها تظهر في البلد الغربيه، والناس فعلا عزيزي كانت بتهاجر لدرجه ان سنه 61 كان في 3.5 مليون واحد هاجروا فعلا. المانيا الشرقيه عماله تصرف على تعليم الناس المواطنين بتوعها، يوم المواطنين دول هربانين لالمانيا الغربيه. الله يا شباب، طب احنا علمناكوا رايحين تستفيدوا بالعلم ده في دوله ثانيه، البلد كده هتخلص. طبعا زي ما قلت لك محدش عايز يحارب، حرب نو، بس الوضع كده ما تسكتش عليه. المهم ستالين يموت ويمسك مكانه نيكيتا خروتشوف اللي قال لك الناس مش فارقه معاها اهداف الثوره الشيوعيه، وحكومه المانيا الشرقيه دي مش عارفه تمسك الموضوع كويس، والناس عماله تهرب على المانيا الغربيه عشان تشرب بيبسي وتشتري من نايكي اللي بيعمل تخفيضات كل 6 شهور. دي الرأسمالية بقى. المهم الرفيق خروتشوف قعد مع الرفاق في المانيا الشرقيه، تعالوا يا شرقيين، وقال لهم بمنتهى الجديه انا جاي النهارده احل المشكله، هكلمكم على عمليه سريه اسمها العمليه سور الصين العظيم. عزيزي مش بهزر، احنا مش رايحين نحتل الصين، احنا عايزين نسد الثغره، الخرم ده هنقفله. ازاي؟ هنبني حيطه يا شباب، جدار برلين. في يوم 13 اغسطس اهل برلين قايمين الشبح من النوم، يفتحوا الشبابيك زي اي مواطن برليني عادي، يلاقوا ايه؟ يلاقوا حيطه في نص الشارع، حيطه بتقسم برلين بالعرض نصين، طولها حوالي 45 كيلو، وبعدين اتطورت وبقت سور محاوط برلين الغربيه كلها، طوله تقريبا 155 كيلو، كل ده اتعمل بسرعه كبيره جدا في ليله واحده. الناس نامت صحيت لقت المدينه بقت نصين. فين الجواسيس يا شباب؟ فين المخابرات يا شباب؟ فين مخابرات المانيا الغربيه؟ شباب احنا في حرب بارده، محتاجين نركز عن كده. دي حيطه عزيزي، ما تخصوش قوي على المانيا الغربيه. خطه المانيا الشرقيه كانت صعبانيه شويه، خلينا نقول المانيه برضه عشان ما فيش فرق كبير. مش احنا بعد الحرب العالميه الثانيه وتقريبا برلين كلها اتدمرت مش في اعمال اعاده بناء واعمار؟ اللي حصل يا عزيزي ان مواد البناء والاسمنت كانت موجوده في كل حته في برلين، ما هي المدينه كانت تحت قصف متدمره في اعاده بناء. فالحل كان بسيط جدا، الرفاق في المانيا الشرقيه جابوا مواد البناء دي وبنوا بيها الحيطه، استعملوا مواد بناء كانت مخصصه لبناء 20,000 وحده سكنيه. طبعا انت متخيل الشباب في امريكا هيتجننوا، ازاي المانيا الشرقيه تعمل كده؟ احنا مش هنسكت اللي وراهم وهنكلم كبيرهم. بصراحه عزيز ده ما حصلش. اه والله الحكومات كانت تمام، سواء يمين او شمال، قال لك ومال، بدل التوتر بتاع كل يوم هنحارب، لا مش هنحارب، ايه مهاجرين، ايه ناس بتهرب، ناس بتمشي، لا الحيطه حلوه ومحدده كل حاجه. والمانيا الشرقيه ادت اوامر للعساكر بتوعها اللي بيحرسوا هذا الجدار ان ما حدش يضرب رصاص في اتجاه الحيطه، عشان ما فيش رصاص يعدي الناحيه الثانيه، اضربوا يا اما موازي للحيطه او اضربوا لجوه ناحيتنا، طول ما فيش حد بيموت على الناحيه الثانيه الدول هتكون مبسوطه. كل واحد بقى يعمل اللي هو عايزه في حتته كده، بقى نعيش في سلام بقى الحقيقة. لا طيب قوي عزيزي والله. عزيزي المشاهد الجميل، الشعب الالماني سواء في غرب برلين او في شرق برلين ما كانش مبسوط، الناس صحيت في حاله ذهول واحباط وغضب، الناس كانت مقبوضه بالمنظر. انت قاعد في بيتك بتفطر وفي حيطه بتتبني حواليك، طبيعي يبقى عندك شعور غريزي بالحصار، انت متحاصر وانك عايز تهرب، خصوصا بقى لو كنت في برلين الشرقيه. الحيطه كانت ماشيه في نص المدينه زي السيف، بتقسم اي حاجه تقابلها نصين، شارع هتقسمه نصين، كوبري هتقسمه نصين، حتى لو غطى قطر او محطه سكه حديد، اي حاجه بتربط بين الجانبين بقت مقفوله ومهجوره، والحيطه مكمله في طريقها. الحيطه عدت في شارع اسمه بيرنوار. الحيطه في الشارع ده عزيزي كان شكلها مميز جدا، لان جزء من الحيطه كان هو نفسه الجدار بتاع المباني. يعني تخيل ان حيطه من حيطان العماره هي نفسها خط الحدود اللي بيفصل بين الشرق والغرب. فلو انت ساكن في العماره دي وطلعت راسك من الشباك هتبقى راسك في البلد الغربيه وتشرب بيبسي، بينما عزيزي لا مؤاخذة مؤخرتك لسه في المانيا الشرقيه تحت قبضه الاتحاد السوفيتي. اللهم احفظنا من هذه القبضه. واحد يقول لي لا يا ابو حميد انا مش هسيب مؤخرتي في المانيا الشرقيه تحت قبضه الاتحاد السوفيتي، انا هنط من الشباك واهرب واشرب بيبس. اكشلي يا عزيزي ده كان بيحصل فعلا، ناس كتير من اللي كانت في العماير دي تنط يلا ايه يلا. منهم سيده اسمها فريدا شولتز، عندها كام 77 سنه، كانت ساكنه في عماره من العمارات اللي كانت في شارع برنار، ونطت من الشباك. قوات الاشيتازي اللي هو البوليس بتاع المانيا الشرقيه لحقوها وهي بتنط، فكان في كده منظر عجيب، بوليس المانيا الشرقيه ماسك الست من دراعها وبيحاول يشدها، بينما بوليس المانيا الغربيه اللي خد باله من المنظر ماسك في رجل الست وبيحاول ينزلها. وايه ست عندها 77 سنه متعلقه في النص. الحمد لله يا عزيزي الجاذبيه بتاعت نيوتن تفاحه ايه اللي كسبت، والست وقعت في برلين الغربيه. بس يا عزيزي هل المانيا الشرقيه هتسكت على الكلام ده؟ هيقولوا ايه للرفيق خروتشوف؟ مش عارفين نسيطر على الحيطه اللي بنيناها؟ فقاموا قايلين
لمولي كل سكان العمارات دي بقى، والعمارات دي تتقفل، شبابيكها تتبني طوب، وخلينا نشوف بقى هربوا ازاي. الحقيقه عزيزي ان ده برضه ما قصرش، والناس ما توقفتش عن انها تحاول تهرب. انا عايز اقول لك ان في عساكر من اللي بنوا الحيطه خلصوا راس طوب وثبتوا الاسلاك الشائكه ورموا السلاح في الشرق، وانتظروني انا مش جاي. يلا الناحيه الثانيه، يلا سلام عليكم. الجنود اللي بنوا السور هربوا، نطوا عساكر وراحوا الغرب. الهروب للغرب كان مغري جدا، لكن للاسف مش كل الناس كانت محظوظه. عندك مثلا حكايه بيرن لونسر الطالب المجتهد اللي اتحبس في الشرق بينما جامعته كانت في الغرب. فما قال لك انا مش هضيع مسيرتي التعليميه عشان حيطه. عزيزي انت بتكسل تروح السكشن باوبر، في واحد كان بينط جدار برلين وبوليس الاشتازي بيجري وراه عشان يعدي ويروح جامعته. لا عزيزي للاسف الراجل كمان هو بيحاول ينط السور معلش ينط السور. الراجل تسلق احد المباني اللي قريبه من السور، وصل لحد السطح وربط شويه ملايات سرير في بعض عشان ينزل منها للغرب، وعساكر الشرق طبعا بيجروا وراه. فقام ناده على البوليس الناحيه الثانيه من الغرب اللي جريوا عليه عشان يحاولوا يساعدوه، وعملوا له حاجه زي شبكه كده وقالوا له نط عليها، والراجل نط فعلا، بس لسوء حظه نزل بره الشبكه وقع ومات. الالمان في الشرق يا عزيزي في برلين الشرقيه عملوا كل اللي يقدروا عليه وجسفوا بكل حاجه حتى حياتهم عشان يحاولوا يهربوا. ومن اكتر المحاولات الماساويه هي حكايه بيخلدها معلم سياحي شهير النهارده اسمه تشيك بوينت شارلي. ايه قصته ده يا ابو حميد؟ هروح اجيب تفاحه واجي. تشيك بوينت تشارلي يا عزيزي هي نقطه شرطه على الجدار. على الجدار زي سبايدر مان كده يا ابو حميد؟ لا، نقطه شرطه يعني واقفين عند الجدار، يعني عند بوابه في الجدار. دي نقطه العبور بين الناحيتين. وفي النقطه دي شاب اسمه بيتر فيكتور كان وقتها عنده 18 سنه وحاول يهرب. وقتها اتضرب عليه رصاص ما ماتش يا عزيزي، وقع على الارض ولمده ساعه فضل يموت. محدش كان قادر يتقدم عشان يساعده. جنود الشرق واقفين في الشرق وجنود الغرب واقفين في الغرب، وهو واقع ما بينهم سايح في دمه. محدش منهم عايز يقرب عشان ما يحصلش اي توتر بين البلدين. الجنود خايفين، وبيتر كان خايف هو كمان، وفضل ينده عليهم لحد ما مات. والتوتر اللي بسببه الجنود سابوا هذا المراهق يموت، والخوف من ان يحصل مشكله بين البلدين هيحصل فعلا بعدها فتره قصيره جدا، لما دبلوماسي امريكي اسمه ادوين لايتنر يحاول يعدي في تشيك بوينت تشارلي. عساكر المانيا الشرقيه شافوه قالوا له وريني باسبورك يا استاذ. قالوا له انت عارفين تكلموا مين؟ ايوه، ما انت لما هتديني الباسبور هنعرف احنا بنتكلم مين. طبعا الراجل كشخص دبلوماسي عالي الاهميه قال لهم انت هو المدير بتاعكم اللي هو السوفييت يعني. عزيزي السوفييت والامريكان بما انهم هما الاثنين كانوا مسيطرين على الالمانيتين، كان بينهم اتفاق ان الوفود الرسميه تقدر تتحرك براحتها بين البلدين، ومحدش من المانيا يقدر يقول لهم حاجه. راجل سفير مش شايف النمر، عدي من المانيا الشرقيه لالمانيا الغربيه براحتي. المهم القصه دي توصل للامريكان وما يعجبهمش الكلام ده. يعني ايه لو اخذ دبلوماسي من عندنا توقفوه؟ انتوا كلمتوا الموضوع كبر. يا نهار اسود، ايوه بقى عزيزي فرحان على ايه؟ انت يا ابو حميد لما الموضوع يكبر هتعمل حلقه عن الموضوع شيقه. انت عزيزي بتعتمد على المقاسي عشان تجد المتعه، دي مشكلتك. المهم الموضوع كبر والامريكان بعتوا دبابات. ايوه لا، الحرب البارده شكلها هتسخن. الدبابات راحت عند نقطه شارلي ووقفت طول الليل باتيتود يا حته ما فيكيش راجل. طبعا الالمان الشرقيين مش عاجبهم الكلام ده، فكلموا الحاج بتاعهم، كلموا خورتشوف. قالوا له يا مستر خورتشوف احنا هنتصرف معاهم وهنبعت لهم دبابات احنا كمان. قال لهم صلوا على النبي واستهدوا بالله، هم بعتوا لكم كام دبابه؟ قالوا له 30 ابو الروس. ما نعرفش ابو الروس من رئيس ولا من روسيا، فقام قال لهم ابعتوا لهم 32 كاستعراض قوه يعني. المهم يا عزيزي الدبابات وقفت قدام بعض الزمجر والمدافع مشحونة، والعساكر من ناحيتين ايديها على الزناد، طلقه واحده والحرب العالميه الثالثه هتبدا. ايه ده؟ حلقه بقى عنها يا ابو حميد. يا عم اسكت بقى، اهو خلاص هتبدا، يلا حرب اهو. ولا تحيه اعمل حلقه حرب الحلقه الثالثه. قعدوا يعملوا كده حاله الترقب دي 16 ساعه. يا لهوي، برلين والمانيا واوروبا والعالم كل واحد واقف حاط ايده على قلبه والوقت بيعدي. المهم الموضوع فضل مشحون 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 لحد ما الموضوع اتفضى خلاص وما حصلش اي حاجه. شويه دبابات انسحبت من هنا، شويه دبابات انسحبت من هنا، لحد ما انسحبوا كلهم وخلاص. يعني عزيز لو انت كنت بتشرب سيجاره في البلكونه ومستني ترجع تشوف الحرب العالميه بدات ولا لا، هترجع تلاقي الساحه فضيت. لا طب يا شباب ايه، في حرب عالميه ثالثه كنت منتظرها. واضح يا عزيزي ان الرفيق خورتشوف وكيندي مستر بريزيدنت اوف امريكا لقوا ان الموضوع هيكبر. وانا زي ما قلت لك محدش عايز يحارب، لو الحرب هتسخن فرجعوها الثلاجه تاني، خليها هتفضل بارده زي ما هي كده، ونرجع لزمن الحيطه الجميل وما دار ما دخلك شر. حائط برلين يا عزيزي كان جدار عازل بين نظامين سياسيين واقتصاديين، كل واحد فيهم بيمارس نفوذه على الجهه بتاعته. حيطه قادره تترجم الفروق والفواصل بين ايديولوجيتين، الشيوعيه والراسماليه. الموضوع كان كده بالنسبه للسياسيين، الامر مستقر، لكن بالنسبه لاهل المدينه، اهل برلين، فالحيطه بالنسبه لهم عباره عن كابوس. انا بكلمك على اهل مدينه واحده واحيانا افراد عائله واحده، والجدار ده قادر يشتتهم عن بعض. تخيل معزوم عند اهل خطيبتك اللي ساكنين على بعد ثلاث شوارع بس عن بيت اهلك، وفجاه البلد اتقسمت، فبقيت انت في دوله
وامك في دوله تانية، ولو البلد اتقسمت وانت عند ابوك وامك فخطيبتك كده بقى خلاص لونج ديستانس ريليشن شيب تستمر 30 سنه ومن غير لا تويتر ولا واتساب ولا تليفونات تقريبا. حمام زاجل بقى يلا. حتى اصحابك لو انت في الشرق وناس صحابك بالغرب هم خلاص ما بقوش صحابك، مفيش قهوه ينفع تجمعكم، محدش عارف يشوف التاني ومحدش هيعرف مش هيقدر يشوف التاني لقد ايه. كل طرف من الطرفين اللي على الجانبين بتوع الجدار بيعيش نظام مختلف عن التاني، بيصرف فلوس مختلفه، عملات مختلفه، في اقتصاد كامل مختلف وثقافه مختلفه، وكل معسكر في كل جهه من الاثنين كان حريص على ثقافته وانه ينشرها ويوقف ثقافه الطرف الثاني. حتى المباني كان تصميمها مختلف، يعني انت واقف باصص على الحيطه وبتفكر في اهلك او خطيبتك للناحيه الثانيه وبتحلم ان الحيطه دي في يوم من الايام هتتشال ونرجع لبعض ثاني، فانت مش متخيل المسافه عماله تبعد، ودي ما عادتش مجرد حيطه، كل ما الوقت بيعدي انت نفسك بتحول بني ادم مختلف، واللي على الطرف الثاني بيتحولوا لبني ادمين مختلفين ما لهمش علاقه ببعض. القصه دي يا عزيزي هي قصه الاف الالمان من اهل برلين كانوا بيحاولوا بس يشوفوا اهلهم او يتواصلوا معاهم بعيد عن اي سياسه او اقتصاد او حرب، لدرجه ان هم كانوا يطلعوا على الاسطح بتاعه المباني او يتسلقوا اعمده النور عشان يشاوروا البعض من بعيد، لكن حتى ده كان خطر وممنوع، ورغم الخطر والمنع الا ان محاولات الهروب ما وقفتش. طول ما الجدار كان موجود محاولات الهروب ما وقفتش ابدا، مش بس عشان احلام الشرقيين في حياه البيبسي والاديداس في الغرب، ولكن لاسباب ثانيه ابسط ولكنها اقوى في نفس الوقت، لدرجه اننا كنا عايزين نشوف محاولات شديده الياس والخطوره في الهروب. ناس حاولت تهرب ببناطيد اللي هي جمع منطاد، عارف المنطاد يا عزيزي اللي هو بالونه كده تبقى فوق، وناس حاولت تهرب بمراكب صغيره في الانهار، وناس زحفت في بواسير المجاري، وناس حفرت انفاق تحت الجدار. انا بصراحه لو في دوله سوفيتيه هفضل قاعد في البيت، دوله كان بيقودها ستالين وبعديه الرفيق كورتشوف، لا انا اقعد في البيت احسن، لا شكرا شكرا. من اكتر يا عزيزي المحاولات اليائسه والشجاعه في نفس الوقت محاولات فولف جانج انجلز. واحد يقول لي يا ابو حميد مش ده انجلز من البفه بتاعت ماركس؟ انجلز ده يا عزيزي مختلف عن انجلز صاحب ماركس، ده يعني واضح ان هو لم يكن مؤمن بالشيوعيه قوي. بالنسبه عزيزي انجلز صاحب ماركس كان ابوه عنده مصنع، واللي فهمته عزيزي ان هم كانوا من ثروه ابوه كان بيصرف على ماركس. ايرونيكلي يا عزيزي الراسماليه هي اللي مولت الشيوعيه، وبعدين بقى الشيوعيه عايزه تنقلب ده بصرف النظر. شفت يا عزيزي صرفت النظر ازاي؟ هذا الرجل يا عزيزي كان جندي في المانيا الشرقيه وكان عاوز يهرب، قال لك وانا لسه هتخطط. هذا الرجل يا عزيزي راح سرق دبابه وقام داخل بيها في الجدار. يا نهار اسود دي فيها محاكمه عسكريه. عزيزي الدبابه ما اخترقتش الجدار، رغم فشله في اختراق الجدار الا انه نجح في هذه المحاوله المجنونه، وبمساعده بعض الجنود من الناحيه الثانيه اللي قدروا يشدوه قدر يهرب بمعجزه لبرلين الغربيه. كل اللي انا بحكيه لك ده عشان ااكد على فكره واحده، ان محاولات الهرب ما وقفتش، وان مع كل زياده في المحاولات دي كانت بتزيد اكتر محاولات تحصين الجدار وسد كل الثغرات الممكنه. عندك مجاري ركب فيها شبكات واقفلها، عندك اي منطقه فيها نهر حاول تركب حواجز. الجدار ساعتها كان جدار طوب، بدل الطوب بخرسانه. بس الحقيقه عزيزي ان موضوع تبديل الطوب بخرسانه ده ما كانش هو الابديت الاهم في تاريخ جدار برلين، الابديت لسه جاي وهيحول الحيطه من مجرد حيطه لنظام معقد ومحكم. الابديت الجديد يا عزيزي لم يكن حيطه واحده، ولكن كان حطين، حطين موازيين لبعض وبينهم مساحه كبيره عرضها بيوصل ل 100 متر. شريط الموت ده زي مسابقات السرفايفر تشالنج كده، بعد ما تعدي بالحيطه هتلاقي قدامك سياج معدني، لو لمسته هيبعت اشاره لاقرب برج مراقبه ويقول له انت فين، بوم خسرت. ولو عديت في بعدها حقل الغام بحب اسمعها قوي، الغام لو لمست لغم تخسر، بعدها سلوك رفيعه على الارض لو اتكعبلت فيها مدافع عقليه تضرب عليك اوتوماتيك وتخسر. عدي كل ده بقى وتبقى كسبت ليفل واحد، بعدها بقى كده في ليفل بونس سهل خالص. حواجز الصلب بقى عشان لو انت رايح للمدرعه عدي من بينها بقى على رجلك، دي للمدرعات مش ليك. انت كده وصلت الليفل 2، الارض مفروشه ابر ستيل طول الواحده منهم 14 سنتي، الغرب بيسميها حشيش ستالين والشرق بيسميها لوح الاسباراجوس، فخد بالك منها عشان ستالين كانت دماغه تقيله، لو وقعت تخسر. بعدها هتنزل على ارض رمليه مكشوفه بتترش بمواد كيميائيه كل يوم عشان ما يطلعش فيها اي نباتات، كل يوم الرمل بيتساوى وفي اعمده اناره قويه، لو نزلت في الحته دي ورجلك سابت اثر تخسر، وقدامك ابراج مراقبه لو حد شافك تخسر برضه، وكلاب حراسه مربوطه على مسافات معينه بحيث اخر كل كلب يبقى بدايه اللي بعده، فما بقاش في مسافات بينهم وفي نفس الوقت ما يهاجموش بعض، فانت محتاج تعدي من المسافه اللي هي مش موجوده دي، ولو كلب لقطك تخسر. كده بقى انت وصلت للوحش. الحته الثانيه عباره عن وحدات خرسانه مسلحه المره دي، مصبوبه جاهزه على شكل حرف ال، بتركب جنب بعضها، الجزء اللي تحت اساس عشان تقاوم العربيات والمدرعات، ومدهون ابيض عشان اي حاجه عليها تبان لو حاولت تتسلقها يعني. وعشان تتسلق حرف ال ده اصلا انت محتاج تكون حاجه من اتنين، يا اما برص لازق على الحيطه يا اما سوبر مان وتطير من فوقها وخلاص، فالموضوع تقريبا مستحيل. يعني عزيزي نصيحه مني ما تحاولش تتسلق جدار برلين، مفيش داعي يعني، لان يعني كمان جنب كل اللي قلته لك ده ففي 8000 جندي وظابط بيحرسوها، وايه ولا واحد منهم من برلين اصلا، فاضرب ولا يهمك، مفيش حد منهم من اهلي، ولا واحد منهم واقف لوحده، عشان لو واحد واقف لوحده وقرر يهرب ولا حاجه لا في واحد تاني جنبك يا حبيبي. ها
جدار برلين يا عزيزي بقى أمر واقع وبقى جزء من حياتهم اليومية، وملايين الناس بتبص له كقفص كبير يبدو إنه حابس ألمانيا الغربية، بس هو في الواقع حابس ألمانيا الشرقية. عزيزي المشاهد الجميل، يوم الخميس 9 نوفمبر 1989 في برلين الشرقية، كاسي الشابة الألمانية من أصول بولندية قابلت صديقتها اللي كانت متعودة معاها تروح الساونا. هو مشوار الساونا ده يا عزيزي بالنسبة لها كان مهم جدا. كاسي بتقول أنا فاكرة كويس قوي اليوم ده، سمعتهم في التلفزيون بيقولوا إن هم هيفتحوا الحدود، وكنت شايفة إن لو الجدار اتفتح صعب قوي يتقفل تاني، بس أنا ما كنتش شايلة دماغي بالموضوع ده، أنا متعودة يوم الخميس بروح الساونا، وقررت إن أنا مش هغير خطتي يعني، يفتحوا مع نفسهم، الجدران بتروح وتيجي لكن البشرة لا. لحظة يا ابو حميد، حدود ايه اللي هيفتحوها؟ جدار ايه اللي هيفتحوها؟ احنا خلصنا الحلقة ولا ايه؟ ما انت عزيزي لو مركز كنت فهمت. بقولك النهاردة 9 نوفمبر 89 ده تاريخ سقوط جدار برلين، جدار عاش 30 سنة تقريبا من سنة 61 ل 89 وهيتفتح النهاردة. كاسي بتقول ده لكيت كونلي صحفية في الجارديان بمنتهى الهدوء، والصحفية مش مستوعبة هدوء الست وهي بتحكي ده جدار برلين بيقع يا حاجة. واحد يقول يا ابو حميد معلش يعني مع كامل احترام لاحاديثك ومصادرك وكل هذا الكلام، مين كاسي اللي احنا عاملين لها قيمة اللي رايحة تعمل ساونا وقت ما جدار برلين بيقع وبينهار؟ عزيزي كاسي ده يبقى اسم الدلع لانجي. انجي يا عزيزي، انجلا يعني انجلا بتاعتنا المستشاره. نعم يا عزيزي، انجلا ميركل. ميركل كان عندها 35 سنه في نوفمبر 89، 35 سنه تقريبا عاشتهم كلهم ورا جدار برلين. واحد يقول لي يا ابو حميد انت ليه قلت تقريبا، هي مش اتولدت في برلين الشرقيه؟ لا يا عزيزي، واسمع القصه. وهي عندها 3 شهور سافرت مع عائلتها لبرلين الشرقيه سنه 54 عشان شغل ابوها. عايزين الناس كلها بتهرب من الشرق للغرب، وميركل هي وقالها رايحين الشرق. دخل الست يا عزيزي عندها تفاهم مع الهجره واتعاب الهجره ومشاكل الهجره، عاشت حياه قاسيه. حتى اسم الدلع كان كاسي، كاسي 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 وجرح كتير. المهم يا عزيزي اللي بقوله لك ده معناه ان ميركل من يوم ما اتولدت ما شافتش المانيا موحده، وما كانتش تعرف لحد لحظه وقوع الجدار برلين على بعضها كده شكلها عامل ازاي. الجدار ده مش بس فرق الناس، لا ده انشا جيل ما يعرفش يعني ايه المانيا الموحده. كل اللي يعرفه المانيا مقسومه بين عالم شيوعي وعالم راسمالي، وبرلين هي خط المواجهه بين العالمين اللي عايشين مع بعض سنين من الحرب البارده. وميركل نشات في الطرف الشيوعي من هذه الحرب، ومع مرور الوقت والسنين بتكتر بدات قبضه النظام الاشتراكي تضعف في اكتر من مكان لحد ما وصل لسنة 89. عزيزي السنة دي بحكم خبير في السياسة العالمية بقولك إنها واحدة من أهم السنين في تاريخ السياسة العالمي. ساعتها عزيزي كان الرفيق ميخائيل جورباتشوف هو اللي ماسك الاتحاد السوفيتي، هو رأس الحزب. المهم إن عمك جورباتشوف من ساعة ما مسك سنة 85 هو عايز يخف الدنيا شوية، بدل بقى القفش اللي في كل حتة، خصوصا إن الراجل كان يدوب بقاله سنة ماسك الدنيا وتشيرنوبل انفجر. واز ذا كوست أوف لايز، محتاجين قبضتنا تخف شوية. وبدأ يتكلم مع ريجان رئيس امريكا. مستر بريزيدنت ريجان، بقولك ايه كده عايزين نعمل تغييرات، ايه رايك نوقف سباق التسلح؟ وبدل ما احنا منشئين صواريخنا على بعض كده وبنصرف كل فلوسنا في الاسلحه والحرب، خلينا نخف الدنيا، هنتبسط بحياتنا امتى؟ والدنيا فعلا بدات تخف. سنه 89 بولندا بعتت لجورباتشوف يا رفيق عايزين نعمل انتخابات. تخيل عزيز تبعت رساله لراس الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي تقول له عايزين نعمل انتخابات في بولندا، ويقوم ايه؟ ويقوم يقبل. عزيز ستالين لو كان مش عارف الخبر ده، لو كان حس الخبر ده، كان دخل احتل بولندا تاني. لكن جورباتشوف ما كانش عاوز يقفش، قال لهم عايزين تعملوا انتخابات تمام انتوا ذوقوا، ده مش حد على ايده يا ولا سوفيت انت. المهم ان هم فعلا عملوا انتخابات، واللي كسبوا في الانتخابات كانوا ضد الاتحاد السوفيتي. زبل ستالين بيحاسبن دلوقتي، يا خيبه املوا فيك يا جورباتشوف، هل الدنيا تقف هنا؟ المجر شافوا الكلام ده قالوا معلش بقى احنا عايزين نعمل انتخابات احنا كمان. جورباتشوف قال لهم وماله ما بنضربش حد على ايديه يا جماعه، وعملوا انتخابات. واوروبا الشرقيه بقت كلها مظاهرات وثورات وانتخابات وحكومات ديمقراطيه بتتكون. وفي وسط كل هذه الحاله الالمان كمان بدأوا يعملوا مظاهرات ضد الجدار عشان يتهد. والحكومه في المانيا الشرقيه كانت متحصره بشكل حقيقي، الناس في البلد عايزه تشيل الجدار، والدول اللي حواليها عمالين يجيبوا حكومات جديده. الله احنا عايزين حكومه جديده بقى. اصلا الالمان بداوا يسافروا للغرب عادي عن طريق ان هم يعدوا من دول اوروبا الشرقيه اللي حصل فيها المظاهرات والثورات وبقت تمام، بدل ما ننط على الحيطه ممكن نروح تشيكوسلوفاكيا او المجر، ومن هناك نسافر لالمانيا الغربيه. الموضوع بقى صعب يتلم. قالوا احنا نعمل زي الرفيق جورباتشوف ونخف القبضه. جونتر شاباوسكي المتحدث باسم الحكومه الالمانيه الشرقيه كان عنده جاله واحد من الحكومه كتب له ورقه كده وقام قال له ان في قرار جديد. ايه القرار؟ ان الحكومه سمحت للناس تطلع تصاريح سفر بدون شروط. وتحت القرار الجديد ده وعلى نفس الورقه كان مكتوب بخط صغير من اول بكره يعني اللي عاوز يسافر يطلع تصريح من اول بكره لما مكاتب الجوازات تفتح، ويبقى في نظام واجراءات وكده. شفاوسكي بقى ما شافش الحته بتاعت بكره دي، الحته الصغننه دي، قام طالع في المؤتمر وقايل مسموح السفر بدون شروط. يا لهوي، وقتها شارع برلين كانوا اصلا في الشارع بيعملوا مظاهرات، فالكلمتين دول قالوا بقيت الناس نزلوا من البيوت للشارع وكله طالع على الجدار. اللي في البيت نزل واللي في الشغل ساب شغله. غالبا ميركل بس هي اللي في الساونا، هي الوحيده اللي ما راحتش للجدار وانتخبوها بعد كده.
ونفس الكلام ينطبق على الناس في غرب برلين. الناس عايزه ترجع لبعض تاني. تخيل عزيزي الحدود دي بتعمل ضغط غير محدود. في ناس حرفيا بقالهم سنين ما شافوش عائلاتهم او اخواتهم او صحابهم. الكل جري للجدار من ناحيتين والضباط واقفين مش فاهمين حاجه. هم لسه عندهم اوامر ان هم يفتحوا النار بدون تفاهم لو حد قرب من الحيطه. بس ده مش حد، ده البلد كلها جايه. اهالي برلين يا عزيزي هجموا على الجدار، الجدار اللي متصمم عشان يصد دبابات، وقع تحت ضرب الناس عليه بايديها، يتشعلقوا عليه من فوق ويغنوا ويحتفلوا في واحد من اجمل الايام في تاريخ برلين، يوم 9 نوفمبر 1989 لما الفاصل بين البلدين ما عادش حيطه، بقى مجرد خط مرسوم على خريطه. وبعد اقل من سنه من اليوم ده الخط ده كمان هيتمسح. يوم 3 اكتوبر 1990 بينزل الاف الالمان يتفرجوا على الالعاب الناريه بتنور سماء المانيا الموحده. اجراءات توحيد المانيا انتهت والمانيا الشرقيه والغربيه رجعوا كيان واحد تاني في مشهد احتفالي لا يقل عن الاحتفال الالماني بالسباعيه الشهيره في مرمى البرازيل على ارضهم. عزيزي المشاهد، على عكس كثير من الافلام فالقصص مش دايما بتنتهي بنهايات سعيده وبسيطه وسهله، لان التاريخ زيه زي البشر شيء معقد، والطرفين اللي كانوا عايشين بعيد عن بعض مش سهل ابدا يرجعوا بسهوله بيت واحد. المانيا رجعت فعلا بلد واحد نظريا. النهارده المفروض مفيش فرق بين الشرق والغرب، اي حد يقدر يسافر من اي حته لاي حته، من الشرق للغرب او من الغرب للشرق. بس برغم التوحيد الا ان اللي من الشرق عايز يروح يشتغل في الغرب، وفعلا بداوا يسافروا. من يوم توحيد المانيا سافر 2 مليون انسان للغرب عشان يشتغلوا هناك. عدد سكان شرق المانيا في 2019 يساوي عدد سكانها في 1905، وتخيل اكتر من 100 سنه والعدد ما زادش بسبب الهجرات من الشرق للغرب. الفرق بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه ما كانش مجرد حيطه، الحيطه كانت مجرد علامه على وجود عالمين مختلفين عن بعض، كل واحد منهم ماشي في اتجاه غير التاني. ودمج العالمين دول ببعض مش هيحصل بمجرد هدم الجدار. لحد النهارده اغنى 500 شخص الماني بينهم 21 بس من الشرق والباقي كلهم من الغرب. الكوره والرياضه كمان كانت من اكبر الشواهد على الفرق ده. النتيجه ان لحد النهارده نوادي الغرب هي اللي مسيطره على الكره في المانيا، وبايرن ميونخ طبعا. بايرن ميونخ ده لا له علاقه لا بشرق ولا بغرب ولا بالمانيا، هو في الاتحاد الاوروبي. انا بتكلم على الغلابه الباقيين. باختصار يا عزيزي، الفجوه بين الشرق والغرب كانت كبيره ضخمه، وبعد 30 سنه من هدم الجدار وتوحيد المانيا ومحاوله تصغير الفجوه الا انها ما زالت كبيره. تعالى يا عزيزي، احنا هنا بنتكلم على المانيا تحت الحكومه الالمانيه، المفروض ان هي متقدمه ومتطوره ومعاها فلوس ومعاها استثمارات ومعاها كل هذا الكلام. فكر يا عزيزي واحنا بنحكي القصه، الدول التي تم استعمارها ومطلوب منها ان هي بقى ترجع تواكب. اذا كانت المانيا الشرقيه اللي تحت الحكومه الالمانيه مش عارفه تواكب، دول الدول التي تم استعمارها مطلوب منها انها تواكب. تخيل دول افريقيا واسيا الفقيره اللي تعرضت للاستعمار الذي استمر لعشرات السنين وبعضها مئات السنين، دول دي تعمل ايه بقى عشان يسدوا الفجوه؟ عارف الموضوع صعب، ولكن المهم يعني ربنا يكون في عون المانيا الشرقيه والدول التي تعرضت للاستعمار، وربنا يكون في عون الفرقه اللي بتواجه البايرن والفرقه اللي بتحاول تقلل الفجوه بينها وبين البايرن. ويا شباب، اي حد بيحاول يقلل الفجوه بينه وبين اي حد يعني يشوف الحلقات اللي فاتت، يشوف الحلقات اللي جايه، ينزل يبص على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. بس كده يا عزيزي انتهت علاقتنا، انا هروح اعمل ساونا. تيجي؟ واضح يا عزيزي اللي بيعملوا ساونا دول بيصبحوا مستشارين لدول عظمى. يلا نعمل ساونا.